تقدير موقف صحيح. شاركت به بعض الدول العربية، لا نريد أن ندخل بالتفاصيل، بأن هذا التقرير ربما لا يمر فأجلوه، فتم التأجيل. طيب هل مصر يعني شاركت في هذا الموضوع؟ وصرخت بعض الدول التي طالبت بالتأجيل. مصر شاركت في هذا القرار؟ لا أريد أن أدخل بالتفاصيل يا أختي، لا أريد الآن، ليس موضوعنا موضوع جلدستون. عندما بدأت بعض الدول وبعض محطاتها الفضائية تهاجمنا، قلنا لمندوبنا أعد التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، أعيد التقرير وصدر القرار. سقطت هذه الحجج ولا أرى داعي لأن نستمر فيها. الأستاذ سلامة يتحدث عن تعديل بعض البنود، هذه هي الحقيقة، ولا أدري إذا عدلت ماذا ستخرج علينا حماس بحجج ومبررات أخرى. مرة قضية المعتقلين، ومرة قضية أبو مازن يهاجم حماس، ومرة جولدستون. ذهب جولدستون، جاءت الآن تعديلات في الورقة المصرية الذي اتفق أصلا على أن تقدم كما هي ودون تعديلات. نعم، أتدر منك من رام الله أمير المجلس الثوري في حركة فتح أمين مقبول، شكرا جزيلا لك. كما أشكر من غزة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس الدكتور سالم سلامة، وعبر الهاتف من القاهرة نائب رئيس لجنة العلاقات العربية في مجلس الشعب المصري الأستاذ حيدر بغدادي. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، فاصل وتلقاكم الزميلة زينب برجاوي ومحور ثان، فابقوا معها. القدس في خطر، الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا، لن تهزمنا. هجمة مسعورة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التاريخ والأحياء والقبة والصخرة والمسجد الأغر في خطر. الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا. القدس في خطر. الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا. قناة العالم تطلق صرخة أنقذ الأقصى والمدينة. القدس في خطر في الأوقات التالية. لن تهزمنا. ما نتائج استمرار الدعم السعودي للحركات الإرهابية من طالبان أفغانستان إلى جماعة جند الله في إيران؟ كيف تعاونت الاستخبارات الأمريكية والسعودية مع مدبري الهجوم الإرهابي في إقليم سيستان بلوشستان الإيراني؟ كيف ستتعامل طهران مع الاستخبارات الأمريكية السعودية الداعمة للإرهاب ضدها؟ الحركات الإرهابية والدعم السعودي مع الحدث مباشرة على الهواء في الأوقات التالية. أهلا بكم.
الجيش اليمني يواصل حربه في صعدة، كر وفر، والمعارك انتقلت إلى داخل المدينة، النازحون بالآلاف، ولا فوجه بطلب تأجيل زيارته للأسبوع المقبل. علي عبد الله صالح وعد بحسم خلال أيام بعد أن وعد بحرب قد تستمر سنوات، حرب دخلت شهرها الثالث من دون أفق. فمن المستفيد منها، وما حقيقة ما يقال عن دور سعودي يسعى لتأجيجها؟ في ظل تضارب في حقيقة الوضع على الأرض، تتواصل المعارك العبثية بين الجيش اليمني والحوثيين في صعدة والمناطق المحيطة الواقعة في الجزء الشمالي من اليمن، وجديدها انتقال المعارك إلى داخل مدينة صعدة، ولا سيما الأحياء القديمة فيها، حيث خاض الطرفان معارك شوارع عنيفة أوقعت عشرات القتلى من الجانبين. إيران التي دخلت على خط الوساطة من خلال إعلان وزير خارجيتها منوشهر متكي عن نيته التوجه إلى صنعاء، حاملة رسالة من الرئيس محمود أحمد نجاد للرئيس علي عبد الله صالح، تلقى طلب من وزارة الدفاع اليمنية بتأجيل زيارته للأسبوع المقبل لانشغالات الرئيس، كما نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة. في المقابل، تلقى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز رسالة من صالح، نقلها نائب رئيس الوزراء اليمني لشؤون الدفاع والأمن رشاد محمد العليمي، تتعلق بتطور الأوضاع في صعدة. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اليمني الذي سبق أن أعلن أن الحرب في صعدة قد تستمر سنوات، عاد وأعلن أخيرا أن الجيش سيحسمها خلال أيام. المراقبون فسروا تصريحاته بأنها ضوء أخضر خارجي أمريكي سعودي لإغراق اليمن في معارك داخلية تخضعه لاحقا لإملاءات الدول السائرة في ركب واشنطن والتابعين لها في المنطقة، ولا سيما الرياض التي تطمع بالهيمنة على تلك المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها ثلث إمدادات النفط المصدر إلى العالم. وقد صرفت من أجل ذلك مئات وملايين الدولارات لكسب ولاءات شيوخ القبائل فيه، وسبق أن وقفت ضد إعادة توحيد البلاد في تسعينات القرن الماضي. إذن عن استمرار هذه الحرب وأفاقها، نستضيف من بيروت الباحث والمحلل السياسي اليمني السيد منير الماوري من صنعاء، ينضم عبر الهاتف النائب عن حزب المؤتمر الحاكم عبد العزيز جباري، ومن جدة ينضم إلينا السيد أنور عشقي مدير مركز الشرق الأوسط الاستراتيجية والقانونية. أرحب بكم. أبدأ بداية من بيروت معك سيد منير الماوري، يعني ما حقيقة الوضع في صعدة؟ يعني مر أكثر من شهرين على اندلاع هذه المعارك، وحتى الآن لا نتائج حاسمة، لماذا؟ الأمر الواضح أن حسم الحرب عسكريا عن طريق استئصال شريحة من الشعب اليمني شيء مستحيل، ومهما قالت السلطات اليمنية من أن الحرب ستحسم خلال أيام، سمعنا هذا الكلام منذ 4 سنوات، منذ أن بدأت الحرب عام 2004 واستمرت الآن لدينا 6 حروب، فمن الواضح أن حسم الحرب عسكريا شيء غير ممكن. ما الذي يحول دون ذلك سيدي؟ الذي يحول هو أن الحوثيون يخوضون حرب دفاعية يدافعون فيها عن وجودهم وعن أراضيهم وعن بيوتهم ومنازلهم، في حين أن الجيش اليمني يقاتل بمعنويات منخفضة ولا يوجد قضية، هي حرب عبثية لأسباب خارجية لا داعي لها أصلا. طيب، إذا كانت هذه حرب عبثية سيد عبد العزيز جباري، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح كان قد وعد بأن تستمر هذه الحرب لسنوات طويلة، ويعود عن تصريحه ويقول بأن هذه الحرب ستحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، يعني ما الذي تغير؟ ما المعطيات الجديدة التي دفعت بالرئيس علي عبد الله صالح لتغيير قوله؟ سيد عبد العزيز، تحياتي لك ولضيفك ولضيفيك الكريمين الاستاذ منير الماوري والاستاذ نور عشقي. انا اعتقد ان ما طرح الاستاذ منير الماوري هو بعيد كل البعد عن الصحه. غير صحيح ما طرح الاستاذ الماوري بان هؤلاء المتمردين يدافعوا عن انفسهم، كما نعرف جميعا بان هذه المجموعه قامت برفع السلاح في وجه الدوله واعتدت على مجرات الحكومة وتوسعت إلى محافظات أخرى، وبالتالي أي طرح من هذا النوع بأنهم يدافعوا عن أنفسهم أعتقد غير صحيح. يا أخي الكريم، أعتقد أن أي دولة في بلاد الدنيا هي ملزمة بالسوء